راح نروح ويا كمل احمد ويا دكتورتي راح تروحين دكتور اسكندر على مود المفاصل. تحياتي دكتور اسكندر كاحل يقدم معلومات جدا قيمه وان شاء الله يا رب الكل يستفاد منها. روح ويا دكتور اسكندر. صباح رياضي جميل من العراقية، معاكم الدكتور اسكندر العارضي استشاري الجراحة الناظرية للمفاصل والإصابات الرياضية. كل الهلا بكم. اليوم راح نحكي لكم عن موضوع مهم، وهو شلون تعرف عندك إصابة شديدة أو خطرة في مفصل الكاحل. مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين، مفصل الكاحل يتكون من عظمي القصبة والشظية وكذلك عظمة التلصة والتالوس احنا نسميه. هذا المفصل به أربطة متعددة بالجهة الخارجية وبالجهة الداخلية، أنه تحافظ لنا على ثبات هذا المفصل، مثلاً لاعبين كرة القدم، كرة السلة أو أي رياضي طبعاً يتعرض هذا المفصل إلى ضغط شديد. صارت عندك إصابة، ممكن أنه الإصابة تصير أثناء الجيم، يعني مو شرط إلا الرياضيين المحترفين، كذلك مثلاً النساء التي تبحث عن الرشاقة ممكن بجهاز الجري، أو الأطفال بالمدرسة ركض أو فشي تفتر رجلة يسموها اللوية احنا نسميها. فهذا المريض شلون يعرف أنه هاي أصابته خطرة أو شديدة أو ممكن تتطور وصير عنده مضاعفة؟ طبعاً أولاً لازم نشوف الألم. الألم مال المريض عادةً إذا كان فالتمزق بسيط نسميه انكل سبرين، المفروض يروح خلال يومين ثلاثة مع الثلج مع المسكنات يختفي. بس هنا لا، الألم نقصد به انه يستمر، الألم يستمر انه يمنع الرياضي من انه يكمل التمرين مالته، او اثناء المباراة ما يقدر يكمل المباراة، يلعب فد 10 دقائق ربع ساعة وبعدين يقول ما اقدر اتحمل. بهاي الحالة لازم يراجع طبيب. العلامة الثانية المهمة انه تدلل لنا ان هنالك قطع في الأربطة الساندة، ولاعبين محترفين هواي بالعالم صار عندهم هذا القطع وانتهت مسيرتهم الرياضيه. طبعا هذا القطع انه المريض او الرياضي يجي يشكي يقول دكتور انا رجلي تفلت من عندي، اخاف من عندها تفتر للداخل، يعني اي ارض غير مستويه ممكن ان تفتر رجله وتورم وتعيقه طبعا يبقى كم يوم. بهاي الحاله طبعا المريض احنا لازم يتاكد ويراجع طبيب مختص حتى يشوف الفحوصات حتى نستثني هاي الـ القطع صار بالأربطة. الشغلة المهمة الثالثة أنه المريض يعرج، يعني شنو يعرج؟ بعد الإصابة مالته أنه العرجة مالته تستمر فترة طويلة، يروح الورام وتختفي الآلام بس ما يقدر، تصير بها رجلة عرجة. طبعاً بهاي الحالة لازم يراجعنا، لازم يتأكد أنه ما عنده شيء، لأن مثل ما قلنا مفصل الكاحل مفصل مهم وكل الرياضات تشترك بمفصل الكاحل، يعني ماكو رياضي ما يركض ما يعني يقفز او فتشي، فضروري جدا يراجع. واحنا دائما نتمنى لكم الصحه والعافيه من العراقيه، وشكرا جزيلا.